السلام عليكم الاخوان، تحية لكم جميعا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. وهذا الفيديو هذا غيكون مختلف على الفيديوهات كاملين الخوت. دابا انا في واحد البلاصة، واحد الغابة، اش غنقول لكم، يعني خارج المدينة ديال بورتاسيس. جيت مع السيد اللي كان باع لي الطوموبيل اللي شفتو في الفيديو اللي داز، قال لي غتديني لواحد الفينكا ديالو، يعني واحد الفيرما ديالو باش يذبح شي عجل ولا ما نعرف. مهم انتم شوفوا الطريق كيفاش دخلت. الطوموبيل مسكينه هي احشمت منه وصافي صراحه، ولكن درويش راه هو قدامي، ما غنصوروش الخوت حيت بعيد، راه هو كاين تما، نصور لكم بعيد صراحه كيفاش كيذبحوا هاد البقره عندهم، الطريقه باش كيذبحوا. ولكن ما نقدرش نصوره صراحه حيت عرفتوا يعني راه يعني كوبي رايت والدم الى اخره. غنحاول نصور لكم غير شويه وصافي، وغنقول لكم التفاصيل. شوف الاخوان الطبيعه، شوفوا ترى واحد الحراره، اش نقول لكم، الموت ديال الفت الشجره هذه، تبارك الله قداش يعني الحراره بمعنى الكلمه الاخوان. المهم انا غادي مع هاد السيدة، هذا لقات لينا واحد السيدة خدامة واقيلا في الفيرما عندو، وغيبان لكم راه هو غادي القدام وهي غادية موراه. المهم انا اللي لاحظت هنا الخوت، كاين الخضورية والمسائل، ولكن الحرارة، واحد الحرارة. انا شوف بعدا شنو درت، انا شريت هادو على قبل الشمس، حيت شنو نقول لكم راه والله العظيم دابا الا كنهضر وكنحس بالصهد، الصهد بمعنى الكلمه. شوف الاخوان فين غادي، وسط الغيسو، يعني صعيب راه خلي الطوموبيل بعيده حيت ما قدرش ندخل. نمشي دي دخلتي هنا غتحصل غتر الغيس، ظهر الغيس الاخوان. شوف 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 شوف، قضية صعيبة الإخوان. ما عرفت فين غيدينا تخينا هذا. نمشيو معاه تنشوفو فين غيوصلنا. أنا مشيت غير نشوف كيفاش كيذبحو، هذا هو اللي داني صراحة أنا الإخوان، والله العظيم هاد القنطرة، هاد الشجرة الإخوان اللي كتبان لكم قدام هنايا، الفاكهة اللي كتعطي، حلال هادي، هادي اللي كتبان من هنا، كتعطي واحد يعني وحلو أنتم، سبحان الله. كيفاش كتبان الخوت؟ كتبان من الداخل بيضة ولكن حلوة سبحان الله العظيم. هادي الشجرة ديالها تماما بحال هادي، غير هادي كبيرة وهادي صغيرة، وكتعطيها التمرة هادي. ها كنصور كيشوفو فيا كيقولها تخينة باش هاد اللغة باش كيهضر. ولكن الطريقة باش كيذبحو راه كاينين هنا وهما هنايا مجموعين، يعني الطريقة باش كيذبحو واش غنقول لكم، ماقدرتش نصور لكم صراحة. الإخوان اش غنقول لكم الخوت صراحة، يعني هاد الناس هادو كيفاش كيذبحوا صراحة، يعني طريقة ما فهمت فيها والو صراحة والله. يعني كتفو مسكين هذاك البقرة، الخوت هنا الحشرات بزاف صراحة، قلت لكم كتفو هذاك البقرة مسكينة، واحد التكتيفة ديال العذاب، واحد الجنوي يعني كيضربوها تحت العنق هنا، واحد الضربة هنا والثانية هنا، وكيخشيو ديريكت ما عرفت زعما واش كيقصدو ديريكت فين كاين القلب ولا ما نعرف. وهي مسكينة، أنا بعد الطريقة اللي شفت صراحة غريبة جدا صراحة، الطريقة كيفاش كيدبحو وكيفاش يعني الطريقة ديالهم في الشكل والله. ولكن المنظر بشع جدا صراحة الإخوان، واحد المنظر شنو نقول لكم، أنا بعد ما ملي شفتها وحق الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، وصافي هادشي اللي غنقول. هو صراحة درويش صراحة، العائلة ديالو يعني صراحة هادو اللي تجمعو كاملين تقريبا العائلة ديالو، يعني الناس دراوش صراحة ناشطين كيفرحو بنا، ولكن الطريقة باش كيدبحو صراحة ما
ولكن هذاك هما التقاليد ديالهم، ما عندي ما نقول لهم انا صراحه. انا بقيت هكا كنشوف صراحه، وسمحوا لي حيت ما قدرتش نصور صراحه، يعني راكم عارفين القوانين ديال اليوتيوب، ما قدرتش نصور هذيك اللقطه، ما كنت صورتها راه مشكله صراحه. يعني انا بعد هذيك البقره مسكينه تاسفت ليها بزاف، حيت يعني عانت باش تبقى، يعني كيخرج ليها الدم من هنا، وبداو كيوركوا عليها على الكرش ديالها بحال هكا، وكتنفس مسكينه ومزيره ومكتفينها، والحاله حاله يعني. ولكن هذه هي الطريقه ديالهم باش كيذبحوا، ما عرفتش. المهم حنا الحمد لله، يعني الطريقه باش كنذبحوا حنايا راه معروفه، يعني البهيمه ما كتكرفس، كطيحها طاق، يعني الذبحه يعني دغيا مسكينه يعني كتمشي هادو، راه كتمحنها تقريبا شي نص ساعه تما كانوا هي كتنفس بحال هكاك ومكتفه باش يخرج منها النفس. وهذا ما كان الخوت. المهم كنتمنى يعني يعجبكم الفيديو الاخوان، اسمحوا لي. هنا فين ذبحوا راه ساله وصافي، يعني كيجمعوا صلاه الحفله صلاه الحفله الاخوان، داروا لي واحد الذبيحه ديال لا اله الا الله وصافي. فين مع هادو الاخوان، نيضة الحرب مع هاد الكلب هادو وهاد الطيور هادا، على حساب الماكلة. لاحو شي مصارنا هنا ولا معرفت شنو لاحو، والله العظيم الى موسيقى والرياضة. غادي باللحم ربما غيبان لكم قدامي، شد واحد العود وغادي به. دابا حنا راجعين الاخوان، هاد الناس هادو اللي ساكنين هنايا راه مسلحين الاخوان، باش غير نعطيكم واحد الفكره، راه مسلحين هاد الغابه هادي الاخوان. كيفاش يعني انت تعيش هنا وعندهم، حيت هاد الناس هادو اللي عايشين في هاد المنطقة عندهم البقر بزاف، يعني الناس اللي ساكنين هنا كيحطوا، يعني يخليوا البقر ديالهم. والمسائي مني قلت لكم راه كيكونوا مسلحين، قال لي ما كاينش اللي يقرب لك حتى شي حاجة ديالك، يعني الانسان اللي كيشفر كيقتلوه، وما كتعرفش شكون اللي قتلوه، صافي باق الراق السلام عليكم. يعني أي حاجة هنا تجيبها، وتحيت سولتو على الطوموبيل قبيلة ونسيت ما قلتهاش لكم، قال لي ما تخاف من والو، ما كاينش اللي غيقرب لك شي حاجه هنا، حيت هنا انسان اللي كيسرق كيقتلوه، ولكن اللي هذوك اللي كيقتلوه ما كتعرفش شكون، الله اعلم. حيت هادو مسلحين، راه شفتهم انا دابا حاليا صراحه عندهم السلاح عادي جدا، ولكن الناس دراوش صراحه، باش نكون معكم واقعي، الناس في الشكل، الناس يعني ضاحكين ناشطين صراحه، كنشوفهم الله عمر هذا ما كان. وهذا ما كان الخوت، يعني كنتمنى يعني يعجبكم الفيديو، وهنا غنهي الفيديو الاخوان، والتحيه لكم. يعني الاجواء زوينه، يعني الشجر الماء، ولكن الخوت الحراره صراحه والمشكل ما وريتش لكم واحد اللعيبه كنديرها على حساب هاد، حيت بزاف يعني الحشرات ودايرين بحال الشكل ديال ما عرفتش، المهم شي حشرات صغار، ولكن خطيره هذيك راه كتقرصك دير لك مشكل. المهم هذا ما كان الخوت، هذه الثقافه ديالهم، والله يسهل الامور للجميع. هذا ما كان، وغادي نخليكم، غادي ننهي الفيديو هنا الاخوان، والتحيه للجميع، وطلعوا ليا في راسكم، ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله. التحيه للخوت.